دكتور أخيرا، ذكرت هذه الملاحظة. أريد أن أقول أنه في قضية بالنسبة للناخب وتأثير المال السياسي حقيقة أمر خطير جدا، وعلى كل حال ألفت انتباه المشاهد إلى أمر مهم أن الإنسان عليه أن ينظر في العواقب، وأهمها بالنسبة للمؤمن العاقبة الأخروية، وأنك حينما تأكل حراما هذا من أعظم المفاسد. كثير من الناس يكون مستقيما في دينه فيأكل حراما فيفسد دينه وتفسد حياته. مثلا ننظر من هذا المال، كونك أنا أقول كثير الناس حينما تنهاه عن منكر، وهنا أمثله بقضية مثلا كونك تبيع ضميرك وتتنازل عن المصلحة قلت شرعا لها أن تصرفها في أن تنتخب الأكفأ، فإذا بتقول مثلا أنا أريد أن أنتفع، مثلا أنت ماذا سيعطيك هذا المنتخب وهذا السياسي وهذا الحزب؟ سيعطيك 100,000 مليون. لا أتصور أن ناخبا سيجد مليون أو قيل وأكثر ذلك. مثلا إذا دينك هل تبيعه بهذا؟ مثلا لو مرض أبناؤك هل مليون يكفي لعلاجهم؟ وكثير من العواقب السيئة نحن في الحقيقة نصاب بغفلة خطيرة. كون الإنسان يغفل عن تدبر، أحد السلف كان يقول إني لا أذنب الذنب فأشده في خلق دابتي وزوجتي. أريد من المشاهد الذي يتساهل في أكل الحرام أن ينظر لحياته قبل أكله الحرام وبعده. مثلا هذا المال الذي جمعه من هذا الحرام هل بقي؟ مثلا خسر وظيفته كذا. فنحتاج الأمر الآخر أخيرا العاقبة العامة، أن في الحقيقة كان يقول أن أكون ذنبا في الباطل أحب لي أن أكون ذنبا في الحق أحب لي أن أكون رأسا في الباطل. وهذا الباطل خذه بمفهوم، كون إنسان مثلا نحن في مجتمع نحتاج إلى متعدد الأعراق، ونحتاج إلى أن نأتلف، ونحتاج إلى أن نتعايش، ونحن أحوج ما نكون لدولة العدل، نحتاج القضاء نزيه، نحتاج إلى أن نذيب الفرق. وبالتالي حين مثلا يكون الإنسان منتخب مثلا رئيس سابق في دولة مثلا عادلة، ولن يظلمه أحد، ولن يسبه، لن يتابع قضائيا، وكونه منتخب عمدة سابق أو عمدة فاشل. عجبني كلمة بوش رئيس الأمريكي الأسبق حينما قالوا له الصحفي كأنه يستفزونه ويقول تقول الاستطلاعات أنك ستفشل، قال إن خروجي من البيت الأبيض سوف لن يعني نهاية العالم. كذلك شخص فشل انتخابيا في مجتمع مستقر ومجتمع اقتصاد سيربح، لأنه يعني سيعين مثلا سيجد من هيئات المجتمع البيئي. وانظروا المسؤولين الغربيين أسهل شيء أن يكتب أحدهم استقالته، لأنه في مجتمع مستقر وبالتالي يخسر شيئا ماليا، سمعته لن يخسر شيئا، قد من جديد يستأنف. وبالتالي نحتاج إلى النظر في العقل في هذه الناحية. إذن في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر باسمكم أعزائي المشاهدين ضيفي الدكتور محمد الحسن الأحمد، رئيس شعبة الفقه ووصوله لجامعة عبد الله بن ياسين بنواكشوط. الشكر موصول أيضا إلى الدكتور الأستاذ محمد المختار أستاذ القانون بجامعة نواكشوط. وأتوجه بالشكر إلى زملائي في الخلية الفنية، المخرج الحسن والعمر جودة، وفي الصوت في أفوال، وفي البرمجة سامويل المحمد الحافظ. لقاؤنا يتجدد مساء كل أحد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.